السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنزيد نشوف لو نعمل آلة حاسبة بسيطة تجمع تطرح وهكذا. طيب خلينا أول حاجة أعرف الـ variable، هقول له إن أنا عندي variable اسمه new m1 وأعمل واحد تاني new m2. أوكي، فأنا دلوقتي عندي متغيرين. طيب أنا عايز اطلب من المستخدم ان هو يكتب لي نمبر 1 ويكتب لي نمبر 2، فهقول له اهو النمبر 1 دوت هيساوي، عايز بقى المستخدم هو اللي يدخل المتغير دوت، فهقول له انبوت. طيب كده الانبوت ده ممكن يعتبره تكست، يعني هو كتب 15 واعتبر ده الدور 15، ما اعتبروش رقم، فلازم احوله لرقم. فهقول له انتجر اهو، يعني الرقم هنا ابدا اغيره وخليه يبقى عامله على معامله ارقام بيتجمع وبيتلحق. تمام، طيب هاجي هنا اقول له ده نمبر 1 وبعد كده اطلب منه نمبر 2. وات از نمبر 1؟ نمبر 2. طيب بعد كده عايز اعمل متغير يجمع لي في الاثنين دول، فلازم اعرف المتغير. تمام، مثلا اسميه اد. تمام، واقول له ان الاد دوت اهو هيساوي بقى مجموع الاثنين نمبر 1 ونمبر 2. الفاريبل هقول له خد لي بقى النمبر 1 هنا حطه هنا وخد نمبر 2 حطه هنا. طبعا انا ممكن اخليه يجمع ويطرح ويقسم ويجيب لي بقى القسمه، كل العمليات دي اقدر ان انا اخليه يعملها. اقول بقى اطبع لي واقول له اطبع لي ايه الاد بالشكل ده. بص بقى هنا بقى البرمجه بتاعت البايثون، نمبر 1 هتساوي انتجر انبوت، يعني اطلب الرقم وبعد كده الرقم ده حوله الرقم واجمع نمبر 1 ونمبر 2 في متغير اسمه اد واطبع لي الاد. تعال نشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. فبيقول لي الرقم، هقول له 5 والرقم التاني 6، يبدا يجمع لي ويجيب لي 11. طبعا ممكن تغير تجرب بقيه التولز هتلاقيها هي.